الأنهار تحمل في طياتها الحضارات، الحياة تنمو على ضفاف الأنهار. نحن بعيدون عن البعض، لكن أرى قصتي في عيني. القاهرة، المدينة الكبيرة، دائماً مفعمة بالحيوية والنشاط. الناس يتجولون في الأسواق القديمة، وتملأ شوارعها وسائل النقل المليئة بالعجائب والروائع. لكن النيل يتدفق بهدوء ويبقى صامتاً دائماً على هذه الأرض. ليس بعيداً عن نيل القاهرة، لا تزال الأهرامات تقف شامخة على الأرض بعد أكثر من 4000 عام، كأنها تتجذر في هضبة الجيزة. النيل الذي يتدفق من الجنوب ويتجه للشمال. تعرف منطقة القاهرة ومنطقة دلتا النيل بالوجه البحري، واليوم هي المركز السياسي والاقتصادي والثقافي لمصر. ومن جنوب القاهرة إلى الحدود السودانية معروفة بصعيد مصر، ومعظمها اليوم منطقة زراعية في وادي النيل. حكم فراعنة 31 أسرة في مصر القديمة هذه الدولة ذات الحضارة العريقة، وصنعت هذه الدولة تاريخها الخاص على طول نهر النيل. على بعد 6000 كيلومتر من النيل هناك أيضاً نهر كبير، نهر اليانغتسي. نهر اليانغتسي هو ثالث أطول نهر في العالم بعد نهري النيل والأمازون. منذ العصور القديمة يتكاثر ويزدهر الصينيون في السهل الطمييي لنهر اليانغتسي. في المكان الذي يتدفق فيه نهر اليانغتسي توجد مدينة تشانغدو، إحدى المدن الكبيرة المرموقة في جنوب غربي الصين منذ العصور القديمة. فيها طعم حار وحياة مريحة. مدينة تشانغدو، هنا يربط نهر اليانغتسي وروافده المناطق المحيطة بتشانغدو، ويمنح الازدهار والثروة لهذه المناطق الشاسعة والمكتظة بالسكان. نهر توادزيا أحد روافد اليانغتسي. بانجراف مياه ظهرت هضبة مسطحة على شكل القمر في مدينة غوانغهان على بعد 50 كيلومترا من شينجو. تتمازج هذه الهضبة مع 3 كومات من التراب بجوار النهر لتعرف باسم النجوم الثلاثة مع القمر.
هنا مكان سان جيندوي، وتعني بالصينية ثلاث كومات من التراب على شكل ثلاثة نجوم. في عام 1929 اكتشف بعض الفلاحين المحليين بالصدفة بعض الأدوات القديمة المصنوعة من الأحجار الكريمة، واعتقد العلماء لاحقاً أنها قد تنتمي إلى مملكة شول قديمة. ومع ذلك كان هذا الرأي يحتاج إلى المزيد من الأدلة البحثية. حتى عام 1986 عثر على المزيد من الآثار القديمة هنا، خاصة بعض الأدوات البرونزية، لتظهر حضارة مفقودة يعود تاريخها إلى حوالي 4000 عام في الصين القديمة. تختفي أطلال سان جيندوي في هذه الأرض، منها مدينة كاملة قديمة تتميز بالتخطيط المنظم، فمن المرجح أنها كانت عاصمة حضارة شول قديمة في أوج ازدهارها قبل أكثر من 3000 عام. أذهلت تلك القطع الأثرية الناس عند عرضها لأنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحضارة الصينية. تمثال برونزي لإنسان بالأسلوب الملكي، شجرة برونزية ضخمة على شكل غريب، قناع برونزي بعينين بارزتين وأذنين ممدودين، صولجان ذهبي منحوت عليه، رؤوس بشرية مبتسمة، وطيور وأسماك. هذه الأقنعة الذهبية تم اكتشافها على مدى 30 عاماً، وتبدو وكأنها تنظر إلى الناس بابتسامة غامضة. في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، كانت تقف مدينة طيبة عاصمة مصر شامخة، وهي كانت أكبر مدينة في العالم في ذلك الوقت. أطلق عليها الشاعر اليوناني هوميروس عاصمة 100 بوابة، وتعرف الآن باسم الأقصر. على الضفة الشرقية للنهر لا يزال معبد الكرنك ومعبد الأقصر قائمين بشكل مهيب حتى اليوم. وكانت طيبة قديماً مدينة مليئة بالحركة والنشاط، مما يدل على ازدهار الحياة تحت حكم الفرعون. اعتبر المصريون القدماء الضفة الغربية للنيل رمزاً للحياة الآخرة، وهناك يوجد وادي الملوك به أكثر من 60 مقبرة ملكية. في عام 1922 فتح فريق أثري بقيادة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر المدخل المغلق هنا، ووجدوا مومياء توت عنخ آمون ترتدي قناعاً ذهبياً. Because Tutankhamun has magic. The magic because it is the only tomb that was found completely intact. It really, all of this made Tutankhamun to be in the most famous important discovery on earth. بجانب الأهرامات أصبح هذا القناع المثالي الرمز الأكثر شهرة للحضارة المصرية القديمة تدريجياً في القرن التالي. من سان جيندوي إلى وادي الملوك، فإن النهرين اللذين كان يحرسهما القناع الذهبي لفترة طويلة
وقد ربطا معاً سعي البشرية طويل الأمد للحصول على أدلة حضارتها. كيف استخدم القدماء الأنهار كموطن لخلق الحضارات الرائعة؟ كيف أثرت الطبيعة على مسار الحضارة الإنسانية؟ اليوم بجوار موقع أطلال سان جندوي تحافظ العلاقة بين النهر والناس على انسجام طبيعي استمر لآلاف السنين. على ضفاف النهر توجد حقول للأرز، واحدة من الأماكن الرئيسية لإنتاج الأرز في الصين. أثناء تنقيب موقع أطلال سان جندوي اكتشف علماء الآثار بقايا فيتوليث الأرز، وأكدوا أن الغذاء الأساسي لأبناء شول قديمة هو الأرز بشكل أساسي قبل أكثر من 3000 عام. يتفرع نهر جيانجيانغ إلى 9 أنهار عند دخوله سال تشينجو، بما في ذلك نهر ياتس الذي يمر بشمالي مدينة سان شيندوي القديمة، ونهر مامو الذي يتخللها. هذه الروافد هي مصدر جيد للمياه.我们现在好多看到遗址，第一要离开水源要比较近，但另外呢，要有一定的高度。当时的人没有像我们现在这么那么丰富的地理知识，它有的出于偶然，有的是无数次失败以后才找到或者才这里选定的。所以表面看来这是一个本身文明的发展，但它背后是什么呢？就是基础啊。那么食物。 كان المصريون والصينيون أول من بدأوا تدجين الحبوب والزراعة في تاريخ البشرية، وكانوا أيضاً مهداً مهماً للحضارة الإنسانية. فقال لي 56 سنة، لأني لدي حياتي أنا، ممكن أنزل الساعة 2، الساعة 3، الساعة 4، في وقت بنزل. النيل العسل بيفرج علي ربنا منه. أنا عشت حياتي في لوكسور. But the Nile was important to all of us. In ancient times, you could go to drink, irrigate your land, transportation linking ancient Egypt and Aswan with Egypt. It was the most important thing. As Herodotus said, Egypt is the gift of the Nile. يعود تاريخ زراعة القمح على هذه الأرض إلى آلاف السنين، وجعلت مياه النيل نمو القمح في هذا البلد الصحراوي أمراً ممكناً.
يعرف المحليون كيفية عمل شقوق على سطح الخبز بغصن شجرة صغير حتى يتم الاحتفاظ بالخبز في أفضل شكل. تساعد الشمس فوق رؤوسهم على تخمير الخبز. فرن الخبز مصنوع من الطين من ضفاف النيل. خبز الناس ما يكفي من الخبز لأن شهر رمضان على وشك أن يأتي. تجلب الأنهار السكان والمياه والأعمال والأطعمة والحياة. بذل البشر جهوداً لفهم مزاج الأنهار في محاولة لترويضها. منذ الفراعنة حتى منتصف القرن العشرين حدد الفيضان السنوي للنيل دورة حياة وعمل المصريين، وأنشأ المصريون القدماء تقويماً على أساس موسم فيضان النيل. كان قياس منسوب مياه النيل أمراً مهماً للغاية بالنسبة للمصريين القدماء، وكانت هناك مؤشرات فنية متخصصة. تقع جزيرة الروضة في وسط النيل في مدينة القاهرة، بها الموقع القديم لقياس منسوب مياه النيل. كان يتم القياس من خلال بئر عمودي حجري مربع، ويتوسطه عمود حجري بطول 11 متراً. على العمود الحجري المقاسات التي تم قياسها بوضوح لتسجيل منسوب مياه النيل وتغيراته. في ذلك الوقت تدفقت مياه النيل إلى البئر العمودي من 3 أنفاق صغيرة ذات ارتفاعات مختلفة، وكانت كل خلية على العمود الحجري تسمى إيرل حوالي 1.1 من 10 من المتر. يشير منسوب المياه أقل من 12 إيرلاً إلى حدوث المجاعة، ويبشر 16 إيرلاً بحصاد جيد، وإذا تجاوز 16 إيرلاً يشير إلى حدوث كوارث الفيضان. Era the Nile is the source of life. The Egyptian thought that when Isis lost to Osiris, she had tears. The tears were the river Nile. If the Nile is low, the Egyptian will starve. If the Nile is high, the Egyptian will die. في أجزاء كثيرة من وادي النيل مثل جزيرة الألفانتاين في جنوب أسوان ومعبد كومومبو بين أسوان والأقصر، لا تزال هناك بقايا مقاييس النيل. كما أدى استخدام الأنهار والسيطرة عليها إلى ظهور مدن ومجتمعات ذات كثافة سكانية. اكتشف علماء الآثار عدداً كبيراً من خنادق الصرف والقنوات داخل موقع أطلال سان تشيندوي، تشكل مع النهر الذي يمر عبر المدينة نظاماً كاملاً لإمدادات المياه والصرف للمدينة القديمة. الأنهار أيضاً تلهم الناس لإظهار مزيد من الذكاء والحكمة. مشروع دو جيانجيان على نهر مينجيان
هو معجزة عظيمة لتكنولوجيا هندسة الري في الصين، تم بناؤه في القرن الثالث قبل الميلاد، يجمع بين الوظائف المتعددة لتحويل المياه للري والسيطرة على الفيضانات والنقل النهري وإمدادات المياه في المناطق الحضرية. منذ ذلك الحين أصبح سهل تشينجو موطن أبناء مملكة شو القديمة تدريجياً مخزن حبوب مهم ومكاناً صالحاً للعيش. تحت أشعة الشمس بجانب الأنهار تنمو كل المخلوقات وتكون الطبيعة معنا مجتمع مصير مشترك. الطبيعة لها وجوه مختلفة تماماً مثل هذه الشمس، هي دافئة جداً ومهيبة للغاية. في السجلات الصينية القديمة كان أبناء الشعب في مملكة شو القديمة من قبيلة الشمس. اكتشف هذا التمثال البرونزي في الحفرة 2 في أطلال سان شيندوي، ارتفاعه 2.62% من المتر ويزن أكثر من 180 كيلو. يعتقد بعض العلماء أن الدائرة هذه هي رمز للشمس. يقف التمثال شامخاً بملامح مهيبة كأنه ملك أو كاهن، وحتى من المحتمل أن يكون تجسيداً لإله الشمس. اكتشف في سان جيندوي أيضاً آثار مكونة من 6 قطع كلها مصنوعة من البرونز، يبلغ قطر إحداها 85 سنتيمتراً على شكل عجلة تنقسم إلى 5 أجزاء متساوية بواسطة 5 خطوط إشعاعية سميكة. هذه هي عجلة الشمس البرونزية. يستنتج علماء الآثار أنه ربما عجلة الشمس كانت أداة إلهية مثبتة في معبد مملكة شو القديمة بشكل دائم لتعبد كرمز للشمس في مراسم تقديم القرابين. ومع ذلك يعتقد بعض العلماء أن أشعة الشمس محصورة في دائرة، مما يشير إلى أن أبناء مملكة شو القديمة كانوا يريدون تطويق الشمس لتتوقف عن السطوع. وراء وجهات النظر الأكاديمية المختلفة تكمن النفسية المعقدة للبشر المتمثلة في المهابة والإجلال والتعبد للشمس معاً في العصور القديمة. كانوا مفتونين بالدفء والحيوية التي تجلبهما لهم، بينما خائفين من جفاف الأنهار والأرض الناتج عن أشعتها. تطلع أبناء سان شيندوي إلى الشمس والضوء. على الشجرة البرونزية يقف الطائر الذي يرمز إلى عبادة الشمس. يشارك هذا الإيمان أيضاً أطلال جينشا، هي مثل رقاقة الذهب لطائر إله الشمس، والتي أصبحت رمزاً للتراث الثقافي الصيني. هناك رأي مفاده أن أقدم إله كان يعبده البشر هو الشمس، وكانت طقوس تقديم القرابين للشمس مهيبة. في نفس فترة ثقافة سان شيندوي تقريباً كانت هناك سجلات حول تقديم القرابين لإله الشمس في عصر تشانغ، وكانت هناك طقوس منتظمة. حوض سيتشوان محاط بالجبال العالية، وربما كان الجفاف يحدث من وقت لآخر بينما المطر والضباب أكثر شيوعاً. في السماء الشمس دائماً ما تشرق فوق المخلوقات المتنوعة. زفان盆地这几千年来日照是相对比较少的一个地区，这个地区的人对于太阳、对光明的这样一种渴望或者是崇拜的话，都可能比中国其他地区的一些人群或者是族群的话更为强烈。
ويا با إجل شو يا با أتال يا مبا وني حشبان يا كبا شبا صلمت حشي وبا يهدو لي يا ويا با إجل. يغني الناس أيضا تعبيراً عن مهابتهم وإجلالهم للطبيعة. اعتبر المصريون القدماء الشمس سيدة الطبيعة ومصدر كل المخلوقات. في طيبة عاصمة مصر القديمة لا يزال معبد الكرنك يتألق بأضوائه حتى اليوم. توجد في القاعة متعددة الأعمدة الشهيرة في معبد الكرنك 134 عموداً حجرياً يبلغ ارتفاع كل منها 21 متراً، ورؤوس الأعمدة منحوتة بأزهار البردي التي ترمز إلى قوة حياة الشمس. يتماشى تصميم وتخطيط الأعمدة أيضاً مع حركة الشمس والنجوم، مما يظهر عظمة إله الشمس أثناء تناوب الضوء والظل. من بين الأشياء الجنائزية لتوت عنخ آمون سنرى آثار عبادة الشمس في كل مكان. على قناعه الذهبي الإلهة واتجت ملفوفة على شكل كوبرا تسمى نيميس، هذا هو رمز التاج الفرعوني للوجه البحري. على عرشه تشرق الشمس الذهبية بأشعتها على الفرعون وملكته، مما يمنحهما الحياة. باسم الشمس يتألق القناع الذهبي. كل عام بعد موسم فيضان النيل يترك وراءه تربة خصبة ليبدأ موسم الزراعة في مصر، ويبدأ المصريون في حرث الأرض ونشر البذور، ثم ينتظر نمو المحاصيل ونضجها. في سهل تشانجو يستمر نهر اليانغتسي في إطلاق طاقته القوية المليئة بالأمل في الحياة، ويشهد التغيرات العظيمة العصرية الناتجة عن تكامل الميراث والابتكار في الصين اليوم. القناعان الذهبيان ينظرون بعضهما إلى بعض بعد آلاف السنين من النوم العميق بهذه الطريقة اليوم. حول آثار سان جيرندوي يسمع الناس هذا الكلام دائماً: نامت لمدة 3000 عام وهزت العالم فور استيقاظها. على تابوت توت عنخ آمون نقشت كلمات: لقد رأيت الماضي وأعرف المستقبل. إذا نظرنا إلى الأنهار ماضيها وحاضرها سنرى الانسجام بين البشر والطبيعة، وبالنظر إلى الشمس نشعر بأن الشمس تشرق على الأرض بأشعتها، فالشمس شرقت بالأمس وتشرق اليوم وستشرق غداً، وغداً يستحق التطلع إليه لتاريخ الحضارات.